ازاي تطبع من الفلاشة دي وازاي تعمل سكان للفلاشة دي في طابعات كانون الماكسيفاي، كل ده هنعرفه مع بعض في حلقة النهاردة بس بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم اخواني، عاملين ايه، اخباركم ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وفي افضل حال. معاكم احمد السيد من قناه كانون بالعربي، وحلقتنا النهارده ازاي نطبع من الفلاشه وازاي نعمل سكان للفلاشه من خلال طابعه كانون الماكسيفاي. بس اهم حاجه تتاكد منها ان عندك مدخل يو اس بي الخاص بمداخل الفلاش في الطابعه من تحت من على الشمال. واول حاجه هنعملها هنمسك الفلاشه وندخلها في مدخل يو اس بي الخاص بالفلاش اللي في الطابعه اهيت، او مداخل فلاش هيقول لك يو اس بي فلاش درايف كونكت، يعني دلوقتي الحس بالفلاش. طب عايزين نعمل الاسكان من فلاش، هنروح لقائمه اسكان هنا، ثم هتختار الاسكان اللي هتعمل منه وهو هنا يو اس بي فلاش درايف اهوت، وهتختار اول حاجه سيف تو يو اس بي فلاش درايف. اول حاجه السيتنج دوت عشان نعرف الاعدادات بتاعتها عامله ازاي، نضغط عليها. اول حاجه الاوتو سكان ده حجم الورقه، تعمل اللي انت عايزه وليكن بنختار A4 تمام. فورمات دي اللي هو صيغه الملف، عندك جي بي جي وعندك بي دي اف فودوت اشهر اثنين، هنختار وليكن جي بي جي. تالت حاجه سكان ريزولوشن اللي هو جوده الاسكان، اعلى حاجه عندك 600 دي بي اي ودي تعتبر اعلى حاجه، فخلينا في 300 عشان 300 ده المتوسط اعتبر. خلصنا خلاص، بتعمل ايه يعني، هنحط دلوقتي وليكن صورة البطاقة دي عايز اعملها سكان، نحطها في عادي اهيت تمام، ونقفل. وبعد ما حطينا وظبطنا اعدادنا بتعمل عايز تعمل سكان ملون ولا اسكان بالاسود، هنعمل طبعا بالالوان. دلوقتي بيقول لك ما تفتحش باب الاسكانر عشان ما فيش اي مشكله تظهر في الورقه تمام. عايز تحفظها ولا عايز تعيد الاسكان من تاني؟ لو عملت سيف هتتحفظ في الفلاش ميموري اللي انت هتعمل منه سكان، يعني كده الصوره دي هتخش في الفلاشه، وبعد ما تخش في الفلاشه بتوديها للكمبيوتر وشوف بتعمل اللي انت عايزه، بترفعها على الموقع، تبعتها اي حاجه اللي انت عايزه. ده بالنسبه للبطاقه. اما بالنسبه لو عملنا ورقه اهي، بنحطها هنا اهي كاننا هنصور وكاننا هننسخ مثلا، ونقفل عادي جدا. وبعد كده عايز ابيض واسود ولا عايز ملون؟ طبعا وليكن ابيض واسود عشان هي ابيض واسود. خلصنا خلاص، قدامك اهيت ظهرت قدامك، بتعمل سيف. ده بالنسبه لو انت هتعمل سكان من الازازه تحت. طب افرض انت عندك كذا ورقه وعايز تعملهم سكان في ملف واحد، او انت مستصعب موضوع انك شويه تفتحه وتقفله. في فوق الفيدر اللي هو ده الخاص بالفيدر، ده خاص بالورق فقط، ولا ينفع تحط فيه بطاقه ولا كتاب ولا اي حاجه غير ورقيه، هو ورق بس. وبتدخله لحد الاخر كده، لحد الاخر خالص، ووشها الاعلى يعني الكلام يبقى قدامك كده. ثم بتشوف لو انت عايز الاسكان ده اسود ولا عايزه ملون، وليكن اسود. اول ما تضغط على البلاك بيظهر لك الشاشه دي، بتعمل له هيس، يعني انت كده بتقول له هاخد الاسكان من البي دي اف من فوق. طبعا اللي فوق دوت اكتره لملفات البي دي اف اكتره. وبكده احنا خلصنا مع بعض موضوع ازاي نعمل سكان ويخش في الفلاش. دلوقتي يلا بينا مع بعض ازاي نطبع من الفلاشه اللي احنا مركبينها. اول حاجه هنروح على قائمه الهوم عشان نرجع الخطوه الرئيسيه، ونختار اول حاجه اللي هي اكسس ميديوم اهي. عايز تطبع فوتو ولا دوكمنت؟ هتقول له مثلا انت حاطط ملفات البي دي اف اللي عندك، يعني انت دلوقتي حاطط في فلاشه ملفات بي دي اف، فهو بيخيرك لو وورد وبي دي اف هتضغط على برنت دوكمنت. اما لو انت حاطط جي بي جي او بي دي او ال اي تي اف دوت فده صور، فهتخش على برنت فوتو. وليكن دلوقتي انا هختار اي صوره موجوده في الفلاشه، هنختار ايه؟ برنت فوتوز اهيت. طبعا دي صوره من الصوره اللي عملتها سكان كده. بتشوف الورقه اللي بعديها اهيت، الورق خدها صور، وليكن الصوره دي عايزه اطبعها، ضغطه واحده عليها، ثم عايزه بلاك ولا عايزه كلر؟ وليكن عايزه كلر. زي ما انتم شايفين احنا خلصناه بالكلر، وبكده عرفنا ازاي نعمل سكان ويخش في الفلاشه اذا كان بي دي اف او صوره، وازاي نطبع من الفلاشه. وان شاء الله يكون الموضوع نال اعجب، اتمنى الموضوع يكون نال اعجبكم. مستني اي استفسار لكم بخصوص طابعات كانون. كان معاكم احمد السيف من قناه كانون بالعربي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.